عودناكم على شوبينج هين وسريع ام تي في ضمن برنامجنا شوبينج باي بست سيلر، مكفين نطلع عليكم يوميا مع اصنافنا الجديده المختلفه والمميزه العمليه لكل شخص منا، والاهم انها فيري هاي كواليتي. وين ما كنتوا عم بتتابعونا اختاروا الايتم يلي بهمكم، اتصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55 وبيوصل الغرض لعندكم وين ما كنتوا بلبنان. فري دليفري. إذا شعرنا فريزي وعم بعذبنا تنملسو أو بدنا نعمل براشينج بسرعة لأن إجينا مشوار ضروري ومش قادرين نروح عند الحلاق، ستريت برو الجديدة الأصلية هي الحل. بتمشي على الكهرباء مكفولة ومصنوعة من أجود أنواع السيراميك، مزودة بإنفراريد تحمى كتير بسرعة وفينا نقوي أو نخفف حرارتها مثل ما بدنا، وأكيد فيها LCD سكرين تنحط الحرارة يلي بتناسب شعرنا، وفيها توصل لل 230 درجة. يعني قد ما يكون الشعر صعب تمليسه، هاي ستريت برو الجديدة بتقوم بالمهمة وشعرنا بيملس بسرعة وأكيد مكفولة لمدة سنة. فيكن تحصل عليها ب 58,000 ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان. فري دليفري. تصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55. بوشان لوك مثل ما اسمها بدل، ما قلنا إلا نحطها على الحيط ونكبسها، وهي تعليقة كتير قوية بتحمل لحدود 5 كيلو، بتركب على الحيط، على البلاط، على الخشب، على الإزاز وحتى على إزاز المبرغل. ما بقى في زوم نفخط الحيطان، بتغنينا عن المقدح وتركيبها كتير سهل، ما قلنا إلا ننظف الحيط ونحطها ونكبسها، بنسمع طقة صغيرة وبتصير جاهزة. فينا نعلق فيها تياب، شنط، سلم البيت، وبدل ما نفخط الحيط تنعلق بوزريعة فينا نستعمل بوشان لوك. فينا ننقلها بالبيت من غرفة لغرفة بلا ما ننزع الأساس، كتير متينة ومكفولة مدى الحياة. فيكن تحصلوا على سات من 8 تعليق بسعر 46,000 ليرة بس، وبيوصلوا لعندكن وين ما كنتوا بلبنان. فري دليفري. تصلوا بس سلرة على 01 44 55 55. قدام نتمنى يكون عنا معدة وبطن فلات، بس هيدا من دون شغل كتير عذاب ونوادي رياضية ورجيم كمان، بس مع فايبرو بيلت الجديد انحلت هالمشكلة. فايبرو بيلت كتير قوي وسريع وبيبرم موتوره بسرعة تيعطينا النتيجة يلي بدنا إياها، والنتيجة هي تكسير كل الدهون من المنطقة يلي منحطه عليها، شد العضل وإزالة الترهلات تيصير عنا الجسم يلي عطول منحب إنه يكون عنا إياه. فايبرو بيلت فينا نستعمله نحن وعم نحضر تي في أو نحن وعم نقرب التخت، حتى نحن وعم نسمع موسيقى وبحيلا محل بالبيت أو بالمكتب، كما فينا نستعمله على منطقة الأرداف كمان لمدة 10 دقايق كل يوم. فايبرو بيلت فيكن تحصلوا عليه ب 132,000 ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان، عبر الاتصال ببس سيلر على 01 44 55 55، وبيوصل لعندكن وين ما كنتوا بلبنان. فري دليفري. في كتير ناس بحبوا يخبزوا خبزاتهم بالبيت وبطريقة هينة وسريعة، هالساج ميكر مصنوع من مواد ما بتلزق أبداً، فينا نعمل عليه مش بس خبز، فينا نحضر منقيش زعتر، جبنة، لحمة بعجين وحيلا شي بيخطر عبالنا بده فرن. وإجمالاً تنعمل خبز بالفرن بدنا فرن بتوصل حرارته لل 900 درجة، وهيدا شي مش وارد بالبيت إلا مع هالساج ميكر. فينا نعمل كل أنواع الخبز ومشتقاته عليه بطريقة صحية وكتير سريعة، وزنه خفيف وفينا ننقله وين ما بدنا ومصروفه كتير قليل نسبة لسرعته. أكيد مكفول وفيكن تحصلوا عليه ب 112,000 ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان. فري دليفري. تصلوا على بس سيلر على 01 44 55 55. تراستيكين هي عسل التعكيز كتير متطورة وسعرها بس 60,000، مصنوعة بطريقة لتريح الشخص وما تخلي يحس حاله إنه في شي منه قدر يعمله. رح قلكن كيف. أولاً معمولة من حديد وفينا نطولها ونقصرها مثل ما بدنا، بيوصل طولها مينيموم ل 80 سنتيمتر وماكسيموم ل 93 سنتيمتر. ثانياً بيجي فيها ضو متحرك لفوق ولتحت. ثالثاً بكعب العصا في 4 سندات لتوقف، هيك بصير استعمالها أهين وما بتعود توقع كل ما فلتت من الإيد، خاصة للأشخاص الكبار بالعمر لأن على أكيد رح يكون عندهم صعوبة إنه ينخوا ويلموا العصا. تصلوا على بس سيلر على 01 44 55 55، وبتحصلوا على تراستيكين ب 60,000 ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان. فري دليفري.
كلنا منحب ناكل تابولة بس منعت الهنفر من الخضرة والبقدونس لأنه بياخدوا وقت كتير. مع 60 سكن تابولة انحلت هالمشكلة. هالمكنة بتفرب البقدونس بثواني ما إنا إلا نشد الخيط 3 أو 4 مرات، وكل ما نسحب الخيط أكتر كل ما بينفرموا زيادة. ومش بس هيك، ارتحنا من فرم البصل يلي بيبكي كل ستات البيوت كمان بثواني وبينفرموا. والأهم كمان إنه ما بقى نعرض إيدينا للسكاكين وما بقى نتلبك بالأدوات الكهربائية التقليدية التقيلة. 60 سكند تابولة بتفرم البندورة من دون ما تغرق بالصوص تبعها، وبتفرم اشياء كتير قاسية مثل المكسرات، وحتى الجزر بتقطع لشقف صغيرة من دون أي مجهود بأصبع واحد 3-4 مرات وبيجهز كل شيء. 60 سكند تابولة مكفولة لمدة 2 سنين وفيكم تحصلوا عليها ب 52,000 ليرة. ومش بس هيك، بيجي معها هالسلاد بول هدية. ما لكم إلا تتصلوا ببسلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان في دليفري. في كتير أوقات بيصير عنا أوجاع بالمفاصل أو حتى بيصير في أصوات بالمفصل لأنه بيكون الغضروف منشف. الحل هو ريفلكس كريم، لكن للناس يلي بيعانوا من مرض التكلس والنشاف بالعمود الفقري الظهر أو الرقبة، الحل الطبيعي الوحيد هو ريفلكس كريم. هالمستحضر مكون من زيت السنوبر، السوبر ومادة الألونتوين. ريفلكس كريم كفيل بإعادة ترميم الخلايا الغضروفية، تنشيطها وتجديدها. مادة الإلاستين والكولاجين بخلوا الغضروف سميك وخلايا متماسكة لا يقدر يعطينا على طول انزلاق ورياحة بالمفصل، وما نعود نحس بأوجاع عند الحركة. ولكن يلي بيمارسوا رياضة وبيتعرضوا لوقعات وكدمات قوية فيهم يستعملوا ريفلكس كريم ليتجنبوا المشاكل الغضروفية والتكلس. قبل ما تجربوا كل الحلول جربوا ريفلكس كريم لأنه طبيعي 100%. ريفلكس كريم فيكن تحصلوا عليه ب 68,000 ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. تصلوا على بستلر على 01-44-55-55. هول كانوا الايتيمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن تتصلوا على بسلر على 01-44-55-55 حتى بعد الحلقة. تابعونا دايما على MTV.